حدثنا ادم بن ابي اياس حدثنا شعبه عن الاعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه تابعه جرير وعبد الله بن داود وابو معاويه ومحاضر عن الاعمش